Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm uridu an ahki wahid min fawakih dhukra fil Quran al-Karim fi surah At-Tin ayah wahida. A'uzu billahi minasyaitan rajim. Wat-tin wa zaitun. Tayyib, maya hadhihi fakihatun mubarakatun arabiyatun asliyatun kashmukhil arabi wahiyat-tin aw fil ismil almiyati ismuhu Ficus carica. شكل التين والدائرة بلون بنفسج الأسود ولكن فيه بلون أحمر. يقول بعض الناس أنه كلما كان الجلد الأغمق كانت فاكهة أحلى. عادة في السوق أو الدكان يمكنك دائما التين المجفف أو يوجد أيضا على شكل خل. وشيء ممتع في هذا التين أنه لا يوجد فقط في شبه الجزيرة العربية ولكن الآن يزرع في نطاق واسع في ماليزيا. ثم هناك أنواع عديدة من أشجار التين. من بين تجربتي في زراعة أشجار التين في منزلي هناك نوعان. أولا اسمه كومن فيج وثانيا إيراكي. ثم ما هي فوائد التين؟ أولا فوائد التين لتحسين عمل الجهاز الهضمي. يعتمد التين كعلاج منزلي من أجل تعزيز صحة الجهاز الهضمي حيث يحتوي على الألياف المساعدة في تلين البرازي وإضافة المخاط إليه مما يساهم في الحد من الإسهال. وثانيا فوائد التين لتحسين صحة القلب. وثالثا فوائد التين المجفف لصحة الجلد. تشمل فوائد التين قدرته على علاج الجلد الجافن أو التهابة الجلد التهسيس والهكة الناتجة عنها. وأخيرا دعونا نتدرب جميعا على تناول التين. إنه جيد نحاول زرع شجرة التين لأن سهل زراعتها والعناية بها، من الصعب أن تؤتي ثمارها. شكرا.